صمود أبناء شعبنا، سنبقى معهم في كل مكان. المياه هو شريان الحياة للبشر، للفلسطينيين وغير الفلسطينيين. هنا الاحتلال يعرف ماذا تعني المياه للمواطن الفلسطيني. هنا تجفيف المياه ومحاربة الناس في قوت يومهم، في أكلهم، في معيشتهم، في الزراعة التي هي السياج ضد الاستيطان، وهي العنق الاقتصادي. الأغوار هي العنق الاقتصادي للدولة الفلسطينية القادمة، وهم يعلمون ذلك ويحاولون بشتى الطرق والوسائل التضييق على المواطن الفلسطيني. هنا طرح المواطنون وطرح المسؤولين وطرح كل الناس المشاكل، مشاكل عديدة لسكان فروش بيت دجن، سكان الأغوار الفلسطينية، المشاكل بالألاف والملايين. ولكن في الحقيقة لا يوجد حلول. الحلول واضحة، هي المواجهة الشعبية مع الاحتلال. المحاكم الإسرائيلية لا تنجد شعبنا. المحاكم هي عبارة عن استنزاف لموارد ولوقت ومضيعة للوقت الفلسطيني. يجب أن نتوجه إلى المقاومة المباشرة مع الاحتلال. إذا هدموا نهدم، وإذا هدموا نبني، وإذا هدموا لنا نهدم لهم. يجب أن نوقف أمامهم، يجب أن نبني ونحمي منشآتنا، يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي وننظر إلى جرائم الاحتلال ونعد عدد المنشآت التي تم هدمها. يجب أن نقف حماة لهذه المنشآت ولهذه الأنابيب ولهذه الآبار ولهذه البيوت البلاستيكية. هناك فجوة بين المواطن وبين الحكومة أو المسؤول الفلسطيني أو حتى قيادة منظمة التحرير. هناك فجوة عميقة بين الاثنين. هناك فقدان للثقة بأن لا شيء ممكن، وبأن البلاد ذهبت، وبأننا لا يجدي نفعا كل ما يعمل الفلسطيني. وبالتالي هناك استسلام من المواطن، استسلام غريب عجيب، وهناك تضحية بالمواطن، وهناك يعني تفنن من قبل الاحتلال في يعني إضاقة الفلسطيني طعم الويل. وهم الاحتلال يعرف كيف الفلسطيني، كيف أي وقت يأتي عليه. يأتوا في المنخفضات الجوية، يأتوا في البرد، يأتوا في الحر الشديد، ويقومون بهدم منشآته وهدم بيته. عند جني الثمار يحاولون تدمير الزراعة التي يجنيها الفلسطيني، وبالتالي الفلسطيني يضطر إلى أخذ مزروعاته أو أغنامه أو أشياءه والتوجه إلى المناطق المصنفة ألف أو باء.